أربع شهور ولا خمس شهور هذا ما مثبتش مزيان معاملة ديال الله مرة سلام راجل مزيان راجل فيه خير وكعرفوا هنا الدراري أي واحد وهنا السيد خدم معاه هو هنايا خدم معاه حتى شبر تقاعد هو وياه ما كيجي عنده لا أولاد لا والو المهم ديالو كنت أنا في هنا في السوق وطلع خرج الصرافين وقلت أنا علاش أنا جيت عند ولي البارح وجبرتو مريض فهمتي قلت ورا نديك للطبيب قال لي لا 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 وما لا دابا منا كوس طالع من هنايا كوس طالع قلت انا بالك نطلع على ديك السيد هذاك جيت دفعت ديك السريجم عجب الراجل عريان واكدت جبرت ميس عيطنا على سي جمال هذا ما كان الصراحه الله كان غادي نفقد واحد الانسان من نوع الفرد كيجيو كيجلس معنا هنايا كنستافدوا منه بشحال من الحوايج ايوا الله يرحمه هادشي اللي غادي نقول لكم ما كان شابر التقاعد مسكين عنده شي تقاعد شحال هادي باش جالس كان مريض بزاف كان مريض بزاف فيه بروديا شي 3 ايام هادي ما شتوش 3 ايام تقريبا ايوا الله يرحمه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.